ويلي ما دارو والو دابا الناس مستفادو 15 ربيع هادو منين المركز تاعهم؟ من هنا من عبادي وشاريهم ولا تت شريت تتبيع وتشريف وهادو شحال؟ السوق ساكت شويه عيان ها؟ عيان ياك اليوم عيان عيان الماكلة غالية أقصى درجة كاع تخريب كاع الناس في ولاد عبدو أنت هي الصطاد عيان الأسواق عيان هاد السيمانة المغرب كامل هاد السيمانة تبدأ شوية تدير في الاول في الاول فهاد الشهر بدا محرك السوق السوق زوين كان السوق محرك بحال بلادي بيتسناو في الربيع وصافي نتسناو الله تعالى عز وجل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير هاد الخرفان شحال؟ شحال؟ هاد شحال؟ 27 كسبتك ولا 23 فيه؟ 23 وهاد شحال؟ 28 28 ها؟ كسبتك ما كاينش لمن ان شاء الله خير ان شاء الله خير والله يسهل هادشي ها؟ زيتوني مرجان اه سميتي مرجان وكليتي سميتي الزيتون وكليتي مرجان الكنيكه تاعتي هي مرجان شحال كرتي لقى هادو؟ 52 اش دايرات في السن؟ واحدة رباعية واحدة ثنية اش والدات هادو؟ حولية أخرى كانوا 76 انا ناقص السوق العام كانوا 76 ياك؟ اه السوق ناقص بزاف العام بزاف كاع يلاه شحال كرتي عطاوك فيهم ولا شي؟ 52 تحية تبيع وتشري فيهم؟ اه كانوا شحال خديتيهم؟ ما خديتهمش من هنايا والدي خديتهم دائما هادي قلت لقى واحدة رباعية واحدة ثنية تبارك الله زينات الله يعطينا شي شبع ما وصل الله يرحم الله يرحم ناقص السوق بزاف ناقص بزاف السوق تا البيع والشراء ما كاينش لا ما كاينش البيع والشراء وتفرغان اش داير 12 ماشي مابقاش داير والحمد لله فاش كانت بحال 81 راه ما كانتش هو ما كانتش وانا العام راه غالي راه الفلوس راه مابقاتش الحمد لله فاش كاين ال 1000 وهذا الشيء هو راه ما كاينش راه مزيان فاش كاين ال 1000 كل ما تصابش هو المشكل دابا الخير موجود العالم موجود النقانه موجود هذيك الدريه طاحت الفلوس والفلوس خدم تجيب الفلوس الله يسهل الله يا ودي احنا نبركوا كاع ونسكروا شحال الثمن هاد؟ 25 اش دايره في السن؟ ها؟ 6 والده ولا داره؟ داره تتبيع وتشري في هادشي ديما ديما التتبيع وتشري ديما كيبيع وتشري بحالك بحال هاد صحابنا هاد الله طاولة في 52 اييه وطاولة في 46 وطاولة في 45 وطاولة في 42 تبارك الله زيني المركة تاع عمرين وليدي تادلا ويتا جيت الثلاث هنا الولاد اثنايا ولا اسنان الحليب هاد تبارك الله زيني شحال هما بشحال؟ 35 الوحدة اش دايرات في السن؟ كاينة وحدة ثنية وجات ثلاثية والدات ولا؟ لا والدة وجدات ياك؟ وهذه ب 40 هاجها اش والدة؟ خروف والدة خروف هذه اش دايرة في السن هذه؟ ثنية ثنية احاول يديها تبارك الله كي دير السوق؟ كي دير السوق عاد؟ ياك راه فين السوق كامل دير؟ اي واش كسوق؟
والله ما عرفتش عطيتونا في هذيك 35 واه هذيك ولد اخو يقول 32 ها ولد هزيل سمعتك قلت لك ولد هزيل نقول لك الثمن تاعهم عطيتك شي حاجه ولا لا واش نقولوا لهم عرض يمكن عطاوك شي حاجه ولا لا ما عطاونا حتى حاجه تسعر واش دايره في السر واش دايره في السر كاين الرباعيه 8 6 شهور كاع والدات 8 والدات 6 دابات ياك هادو المرقد عندو منين المرقد تاع الاولاد واللي خاصو شي حاجه مرحبا راه باقي عندي مازال السلعه منك شحال الثمن تاعها 15 و 20 خلاص شاريهم انت تتبيع وتشري مركز منين سيدي حجاج هذاك راه غايب يشوف بلاصه تبارك الله زينات تم يحسبوا لك في الفلوس اش غنقول لك والله تنبيعوا لك وعارفينك غتبيعي هنا وين الناس حنا بدينا عاليهم راه باقي عندنا شي بركه بحال ان شاء الله ان شاء الله شي 14 واحد ولا 15 ان شاء الله شحال هاد الحوايج هادو 19 ونص شحال صاحبنا 15 واش واخد عمرك سيبتك لا مسريات شريم مسريات ما مسريات شي اليوم ما كذب هاد السيد تيبيع وشريف حولك يا زينة تبارك الله تتبيع وتشرف الغنم ديما ياك تتبيع وتشرف الغنم ديما ها هو زيد راه شاروني تبارك الله راه علم صحيح بلجيكي هذا علم صحيح راه ماشي زعما كاين شي حاجة ناقصة صحاب امو مرضعة الغيال راه دعم بوحدو صافي بالرضاعة راه عارف الكاليتي ديال شريف هذا الراجل تبارك الله خيرات ربي هذه صدور هنا سي عبد الجليل حاولي راه جبنا عطونا غير 16000 اييه السوق عيان شويه اليوم اكسيبتكم هي اكسيبتاتكم ولا تبيع وتشري فيها لا اكسيبه 16000 السوق عيان شويه الله يسلمك الزيتوني مرجان اش عاطينك فيهم 19 منين المرقدهم هذا عبدوني انت شحال هذا؟ 42 سلام اش دير في السر؟ باعي تبارك الله زين شحال هذا صاحبي؟ انا في 57 شحال؟ 57 اش عاطينك فيه؟ روحنا 46 واش كسبتو كل شاريه؟ شاريه تتبيع وتشري فيه؟ ها؟ تتبيع وتشري فيه؟ اييه شحال كنت رجع عطينك؟ 46 بقى لنا 2 جبين و 57 سنان تبارك الله سلم حاولي زين تبارك الله تبارك الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله